حلقتنا المحاضرة الخامسة A Finite Difference of Parabolic Equation الفروقات المحددة لمعادلة البارابوليك اللي أخذناه بالمحاضرات السابقة أنه تكلمنا بالمحاضرة الأولى عن شنو تاريخ التنبؤات العددية المحاضرة اللي بعدها أخذنا بعض الأشياء الرياضية الموديل شنو الفكترز العلاقات على الفكترز المتجهات وتكلمنا عن شنو البارشيال ديفرنشيال اكويشن والاوردينري ديفرنشيال اكويشن شنو الفرق بيناتهم المحاضره اللي بعدها اخذنا الفاينايت ديفرنس فور وان دايمنشن والمحاضره السابقه الرابعه اخذنا الفاينايت ديفرنس طريقه الفاينايت ديفرنس للتو دايمنشنز اللي يكون عندنا مستوي من X و T مثلاً اللي هي المكان والزمان. هذه المحاضرة راح ندخل شوية بالتطبيق للفاينايت ديفرنس. هو الفاينايت ديفرنس شنو؟ هي طريقة لتحويل المعادلة التفاضلية إلى معادلة جبرية وتحل بطرق معينة. هي المشكلة الرئيسية لدينا بعلوم الجو أنه المعادلات المتحكمة بحركة الغلاف الجوي والتي نستخدمها في التنبؤ عن الطقس هي معادلات من نوع partial differential equation يعني هي معادلات تفاضلية وجزئية وأغلبها تكون من الدرجة الثانية يعني صعبة الحل لذلك نلجأ إلى الحلول العددية الحل العددي طبعاً يفتقر إلى الدقة اللي موجودة بالحل التحليلي الحل التحليلي هي الحلول اللي أنتوا درستوها اللي هي تكون مضبوطة حل مضبوط دقيق جداً وليس حل عددي الحل العددي دائماً بتقريبات ودائماً بيكون نسبة خطأ والفاينال ديفرنس هي طريقة لتحويل المعادلات التفاضلية إلى معادلات جبرية باستخدام تايلر إكسبانشن تايلر إكسبانشن بحدود غير منتهية حدود كبيرة جداً عديدة جداً ولكن إحنا نقطع الحدود نأخذ مثلاً حدياً أو أكثر والحدود الأخرى نقطعها ويترتب على هذا الشيء خطأ نسميه خطأ القطع بالإضافة إلى بقية الأخطاء المتعلقة بالحسابات مثلاً إهمال عدد من الأرقام بعد الفاصلة عدد من الأعداد بعد الفاصلة وهذا يترتب عليه خطأ تراكمي أنتوا تعرفوا اليوم راح نتكلم عن إحدى طرق حل اللي نستخدمها بالفاينايت ديفرنس وتتذكرون المحاضرة السابقة حكينا انه لازم نحدد نوع المعادلة التفاضلية يعني الصنف مالتها الكلاس هل هي إليبتيك بارابوليك هايبربوليك لان هذا التحديد مالتها يخدمنا في اختيار طريقة الحل اليوم الطريقة الابسط هي نسميها الاكسبليسيت ميثود طريقة صريحة خلينا نشوف شنو هاي الطريقة الصريحة الطريقة الصريحة للحل الإكسبليسيت ميثود الطريقة الصريحة للحل تصف قيمة مجهولة في نقطة شبكة معينة اعتماداً على قيم معلومة يعني هي قيمة مجهولة تعتمد على قيم معلومة في نقاط الشبكية المجاورة وباستخدام معادلة 4-14 يعني هي اللي هي مالت الفرق الأمامي والفرق المركزي اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة ونطبقها على معادلة الانتشار اللي هي diffusion equation إذا تتذكروها المعادلة الثانية من المعادلات اللي قلنا عليها مهمة واللي هي أنتوا شفتوها أو كان عبارة عن واجب بالنسبة لكم أنه تم تحديدها على أساس أنه هي parabolic type راح نحصل على العلاقة التالية
هي الديفيوجن ايكويشن اذا تتذكروها، من جهه تكون هي عباره عن مشتقه اولى، ومن الجهه الثانيه مشتقه ثانيه، مشتقه ثانيه وليس الفرق المركزي، المشتقه الثانيه من الجهه الثانيه تكون. هاي العلاقه لاحظوها ممكن ان نكتبها بشكل اخر اللي هو شكل بالمعادله 5-1. خلينا نشوف الحدود اللي بالمعادلة 5-1 شنو هي. طلاب شوفوا هنا شنو اللي موجود عندنا، I minus 1 I plus 1. هاي الـ I تخص البعد باتجاه X. إذا أخذنا هاي الشبكة اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة، هاي الشبكة أوكي، التغير باتجاه X هو زيادة الـ I. مثلا إذا أخذنا هاي النقطة بنظر اعتبار هي I اللي بعدها شو تكون I plus 1 J I plus 1 J ما مكتوبة، وهاي العلاقة وهاي النقطة هي شنو I minus 1. إذن الـ I ده يتغير باتجاه X، أما باتجاه Y اللي هو الزمن T فيتغير عندنا الـ J، J minus 1 J J plus 1. اوكي، اللي نلاحظه هنا انه هاي شوفوا هذا الصف I minus 1 I plus 1 هو هذا اللي موجود عندي بالمعادلة I minus 1 I plus 1، وهذا ايضا I موجود كله على نفس الصف، لكن لاحظوا ها كله على نفس الصف، يعني القصد انه الجي مالتهم ثابته، الجي مالتهم هي جي اللي هو هذا كله جي. هنا مثلا على سبيل المثال جي يساوي 2، احنا ما ناخذ جد قيمه الجي، لكن هو على نفس الصف انه الجي مالته ثابته. اما اي جي بلس 1 معناه صف اعلى اللي هو هذا على طرف الايسر، الجي بلس 1 يعني الصف الزمني مالته اعلى بمستوي، في حين هذا كله جي. اذا الطرف الايسر من المعادله هو جي بلس 1 والطرف الايمن هو جي، بمعنى وهسه اللي راح نشرحها طلاب هسه راح ابين لكم انه اذا اريد احسب الحل عند هاي النقطه اي جي بلس 1 راح احتاج الحل اللي موجود بالمستوى اللي قبله اللي هو يعني ثلاث نقاط احتاج، اي ماينس 1 جي واي جي واي بلس 1 جي. اذا هاي القيمه مجهوله وهي بالبداية تكون ثلاث معاليم. شلون ثلاث معاليم؟ هسه راح نشوف خطوة بخطوة. راح نحصل بالتالي أرقام يعني حل. على كل حال هاي المعادلة اللي هي diffusion equation حولناها كتبناها بهالطريقة، السبب على مود المجهول نخليه على جهة والمعاليم نخليها على الجهة الثانية. المجهول دائما راح يكون اللي هو بالمستوى الاعلى بالزمن الاعلى اللي هو تنبؤ، ونعتمد على القيم اللي قبله اللي هي المفروض تكون معلومه. الار شنو؟ الار احنا من حولنا هاي العلاقه الى هاي العلاقه صار عندنا هذا الحد k على h سكوير سميناه ار. الكي شنو؟ هو يعني التايم ستيب يعني الخطوة الزمنية نسميها، والاتش هو طول الخلية يعني باتجاه اكس، والكي باتجاه تي، وعليه نستطيع حساب قيم في قيم يو عند الصف الزمني الأول اعتمادا على شروط الحدود والشروط الأولية عند تي تساوي صفر، عند خط صفر. بمعنى طلاب أذكر بالمحاضرات السابقة
قلنا انه القيم الاوليه الانيشال كونديشنز شنو هي؟ هي القيم عند التي تساوي صفر. يعني مثلا احنا نريد نتنبا عن الجو، نستخدم القيم بالوقت الحالي، يعني تي تساوي صفر. شوفوا هنا جي ايكوال زيرو والتي هنا يساوي صفر على هذا الخط، هي تكون معلومه لان انا هي هالبيانات اغبيها للموديل، وهاي معلومه راح تكون قيم يو اد هاي النقاط بالضبط على المحور اكس معلومه. هذا مثل الستنسل احنا نحركه بكيفنا، اليو اي جي راح تكون هي هنا عند هاي النقطه. ايش راح احتاج اذا هاي النقطه؟ راح احتاج القيم عند هاي النقطه وهاي النقطه وهاي النقطه، ثلاثه على مود احسب قيمه الحل في هاي النقطه. هاي تكون معلومه من شروط الاوليه. وكذلك شروط الحدود شنو المقصود بها؟ الحدين، هذا الحد والحد الاخير. يعني عند الاكس تساوي صفر وعند الاكس اللي ياخذ اكبر قيمه، وين الاكس يوصل مكانيا احدده، هاي يسموها شروط الحدود باوندري كونديشنز. في حين القيم على المحور يعني تي ايكوال زيرو نسميها شروط الاوليه. شروط الاوليه هي البيانات، بيانات الطقس مثلا تكون بالزمن صفر، لكن شروط الحدود الباوندري كونديشنز هي تتعلق بالمكان، تتعلق بالمكان. اذا احنا راح نحسب القيم بالصف الاول اعتمادا على القيم بالصف صفر اللي هو تي ايكوال زيرو. عندئذ بالمثل نستطيع حساب القيم عند الصف الثاني بالاعتماد على القيم بالصف الاول. بمعنى لو نرجع الى الشكل نفسه، انه انا ايش راح اسوي بالبدايه؟ انا عندي القيم معلومه على هذا الصف كله اللي هو تي ايكوال زيرو، يعني محور اكس. راح احسب بالبدايه النقطه هاي اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على ثلاث نقاط اللي باسفلها. بعدين احرك نفس هذا الستنسل، خلينا نقول مثلا كانما مسطره مثقبه، احسب هاي الحل عند هاي النقطه، وبعدها الحل عند هاي النقطه، وهكذا الى ان اكمل. بعدين شو اسوي؟ اصعد الى الصف الزمني الاعلى واحسب الحل عند هاي النقطه، ثم الحل عند هاي النقطه، وهكذا الى ان احسب الحل في جميع نقاط الشبكه، وبالتالي اوجد الحل، الحل العددي للمعادلة اللي عندي. مثلا معادلة ديفيوجن هاي المرة أريد أحسب القيم مالتها. الآن نأخذ مثال على مود نوضح هاي الطريقة اللي كان كله كلام نظري، خلينا نحولها إلى فد أرقام. راح نفرض إنه عندنا فد قضيب معدني. Consider a metal rod is heated for a long time in the center and keeping the ends in contact with blocks of melting ice, and that the initial temperature distribution is non-dimensional form is. يعني طلاب عندنا فد قضيب معدني، افرض مثلا 10 سنتيمتر قضيب معدني، وسخناه من المنتصف، يعني خليناه بشكل افقي وسخناه من المنتصف. خلينا نشوف اذا نقدر، يعني ما اعرف يمكن اكو صبوره. لاحظوا طلاب، بل في اكو
طلاب دا تشوفون السبورة لو بس يمي ظاهرة؟ بس يهمك دكتور. بس ظهرت يمكم لو بعد؟ بعد يعني هاي الشغلة لازمهم شير تدخلون عليها أوف هاي يعني هم لازم أعطيكم اللينك ماشي هسه ظهر عندكم هذا الرسم لا دكتور ما ظاهر شيء كل شيء ما ظاهر هسه في اللحظة. اوكي هسه افرض هذا قضيب معدني هذا الازرق ظهر مو؟ يا دكتور ظهر ايه ونفرض عندنا فد يعني مثلا موقد نار او شمعة بهالمكان اوكي تسخين عندي اسخن هذا القضيب المعدني خلي اسوي ثلاثي الابعاد بلكي لا ما في قضيب معدني سخنته بالمنتصف يعني عند اكس ايكوال هالف نصف واحد على اثنين وهذا الاكس هنا مثلا صفر والاكس هنا افرض واحد هنا ايش راح اسوي؟ أغطس النهايات في يعني جليد ذائب يعني شنو جليد ذائب؟ يعني إناء بثلج وبي مي ليش ثلج ومي؟ على مود أتأكد أن درجة الحرارة صفر يعني ليس أقل ولا أكثر لما يكون دائما عندي مي وثلج موجودات في نفس اللحظة ايش راح يكون؟ اتأكد انه درجة الحرارة مساوية الى صفر اذا الحرارة تكون بالمنتصف اعلى ما يكون وفي النهايتين تكون درجة الحرارة صفر هذا اللي انا عندي بالمثال الحرارة هنا اسخن شيء راح الحرارة تتوزع تنتشر باتجاه جميع أطراف هذا القضيب المعدني ما راح تكون درجات الحرارة متساوية على كل القضيب المعدني بس هاي ردت أوضح أنه المخطط خلي نرجع حسه نرجع إلى الشكل السابق أو إلى المحاضرة السابقة إذا نرجع للمثال افرض قضيب معدني يسخن لفترة طويلة في المركز والحفاظ على النهايات بتماس مع
قطع جليد ذائب، بمعنى أنه يا مي أو يعني سائل، مو شرط يكون مي. وبأن التوزيع الأولي لدرجات الحرارة يكون لا بعدي، بمعنى لا بعدي نون دايمنشنال. طلاب هذا المصطلح لما يمر عليكم معناه أنه بدون أخذ الوحدات بنظر الاعتبار، لأنه ندخل بغير الجدال. ما نأخذ الوحدات بنظر الاعتبار، نأخذ فقط أرقام. وفرضنا أنه الحل شو يكون 2x، يعني به معادلة لما يكون الx بين الصفر والنصف. إذا تذكرون القضية بالمعدني قلنا من صفر إلى واحد، من صفر إلى نصف المعادلة اللي لها علاقة بالحل هي 2x، ومن نصف إلى واحد الحل هو u تساوي 2 مضروب في قوس واحد ناقص x. أوكي؟ بمعنى آخر بأننا نبحث عن الحل العددي للمعادلة، ما دام هي حرارة وانتشار نطبق معادلة الانتشار diffusion equation التي تحقق الشروط الباوندري كونديشنز اللي قلنا عليها هاي مكانية. شوف لما يكون اليو شو وقت تكون صفر؟ لما الاكس تساوي صفر او اكس تساوي واحد. يعني هسه خلينا نعوض هنا بمكان الاكس صفر، يو شو راح تساوي؟ 2 في صفر صفر، اذا هاي بالصفر، يعني المكان صفر، الموقع صفر. زين، اذا عوضنا كذلك يو تساوي ايضا هنا، اذا ناخذ هاي العلاقه الثانيه اللي هي من نصف الى واحد، لو نطبق واحد بهاي المعادله لو نطبق قيمة واحد بهاي المعادلة قد راح تكون اليو؟ واحد ناقص واحد صفر، في اثنين صفر. إذن عند الاكس يساوي واحد والاكس يساوي صفر، اليو قيمتها صفر، وهاي boundary conditions. العلاقة أو الرقم اثنين اللي هي الشروط الأولية، يعني شوفوا هاي لكل قيمتي اليو تساوي صفر والاكس تساوي صفر. يعني خلينا نرجع على المخطط، على هذا الخط اللي هو اكس تساوي صفر ايش قد قيمة اليو؟ كلها صفارة هنا، صفر صفر عند هاي النقاط. وكذلك اذا نروح للواحد اللي هو مظاهر، اخر واحد راح يكون ايضا عند الاكس يساوي واحد كل قيم يو تساوي صفر على المحور يعني الأخير. نرجع للمثال مالتنا، إذن قيمة كشروط أولية عندنا اليو تساوي 2x الهاية صفر إلى نصف اللي نفسها ذكرناها، أو يو تساوي 2 مضروبة في قوس واحد ناقص x للقيم x من نصف إلى واحد. اللي عند وين هاي كلش مهمة، عند تي تساوي صفر. يعني طلاب اللي سويناه شنو؟ انه بالبداية انطينا شروط الحدود، شروط الحدود قلنا شكو قيم على هذا المحور لليو تساوي صفر، وكذلك عند الاكس يساوي واحد كل القيم على نقاط الشبكة على هذا المحور الأخير راح تساوي صفر. عرفناها. زين، هنا اللي احنا نريدها هاي اللي عند التي يساوي صفر، يعني على محور اكس احنا نحتاج هالقيم اللي نسميها القيم الأولية لازم تكون معروفة على مود من عندها نحسب عند الصف الأول والصف الثاني والثالث إلى آخره. شلون نحددها؟ بدل ما منطينا اياها هو يعني هيك دايركت، قال لا يعني عندنا معادلات هي من عندها تحسب شروط الحدود اللي هي يو تساوي 2x
أو يو تساوي 2 مضروب في قوس 1 ناقص إكس، اللي هي العلاقة. أوكي؟ هسه إحنا كأنما عرفنا النقاط الحلول عند هاي، شلون خلينا نقول كأنما طاسة عندنا، الحافات مالتها كلها معروفة. النقاط الداخلية هي الغير ما معروفة كحلول. الآن راح نفرض أيضا نحتاج شيء آخر، أن نعرف الـ H إيش قد والـ K إيش قد، لازم تكون معروفة تعطى في السؤال. فارض هو أنه الـ H يساوي 1 على 10 أو 0.1 نفس الشيء. زين، وبالنسبة للـ K معروف، يمكن نعطيها بعدين. الـ K 1 على 1000، إذن الـ H 1 على 10 والكي 1 على 1000. زين، هاي هسه اذا نحسب اليو، يعني سواء بهاي العلاقه او بهاي العلاقه، اعتمادا على انه ايش قد الاتش وايش قد الكي، راح تكون بالشكل التالي. يعني هذا الجدول حددنا ان عند الجي تساوي صفر، واللي هي تي تساوي صفر، عند النقطه 0.1 هاي، هنا نقطه 0.1، شنو 0.1؟ اللي هي 1 على 10 اللي هي قيمه اتش. هنا ايش قد المسافه؟ 1 على 10 0.1. هنا ايش قد المسافه صارت؟ نضيف لها ايضا 0.1، صاير 0.2 هاي، وبعدين 0.4 نضيف 0.2 0.3 0.4 هاي كx. اذا نحسب الحل u تساوي 2x، هنا ايش راح نضربها في 2 صاير 0.2. اذا قيمه اليو هنا عند هاي النقطه بالضبط هي 0.2. قيمه الحل عند x يساوي 0.2، قيمه الحل راح يكون 0.4، وعند 0.3 قيمه الحل 0.6، وهكذا إلى أن نصل إلى الواحد، من صفر إلى الواحد. طبقنا من H.1 إلى H.5، طبقنا أول علاقة اللي هي هاي U تساوي 2X، وكذلك من 0.5 إلى 1 نطبق العلاقة الثانية هاي. إحنا طبعا مختارينها بحيث تكون متناظرة، الحل يكون متناظر. هسه راح تشوفون انه عند الـ 0.5 الـ 2x والـ 2 مضروب في 1 ناقص x راح ينطينا نفس القيمة. اوكي، زين، هسه حسبنا عند الصف الاول، عندنا القيم عند هذا الصف صارت معلومة، والقيم عند هذا الصف معلومة، وعند اخر خط ايضا معلومه. اذا هسه بامكاني احسب القيم الداخليه، راح ابدي عند هاي النقطه، ابدي عند هاي النقطه. طبعا اخذنا مثل ما قلنا الـ H 1 على 10 والـ K 1 على 1000. هسه اريد احسب الـ R اللي هو موجود بهاي العلاقه، هاي الـ R اريد اوجده ايش قد، احسبه على مود احسب الـ U اعتمادا على ثلاث نقاط بالاسفل. احتاج الار، الار احسبه لان انا عندي قيمه اتش وعندي قيمه كي. الار هو كي اوفر اتش سكوير، الكي 1 على 1000، اذا اقسم على 1 على 10 تربيع ايضا بالصدفه ايضا 1 على 10. هاي القيم راح اطبقها عند المعادله 5 1 اللي عدت كتابتها هاي، بس الاحظ انه انا عندي هذا الحد يشبه هذا الحد. اوكي، يعني اقدر ادمجهم مع بعض. كان في السابق اكو ار مجهوله صعب انه ادمجه، لكن لما صار الار عباره عن رقم اقدر اعوض وادخل الار قيمته 1 على 10 على القوس، راح اقدر اجمع هذا الحد مع هذا الحد، و
وأرجع الواحد على 10 يخرج. المهم راح تصير عندي هاي العلاقة. جربوها أنتو، بسيطة جدا، أنه صارت عندي العلاقة التالية، أنه أريد أحسب الحل عد I J زائد واحد، مثل هاي النقطة. إيش أحتاج؟ أحتاج الحل عدو عند U I ناقص واحد J، راح تكون هاي النقطة، ناقصا الحل عند ال U I J هاي النقطة، والحل عند هاي النقطة. إذن في حين هو شنو J زائد واحد، يعني اللي هو نقول الصف الزمن الأول، مو الصف زيرو. إذن أنا هسه معادلة الانتشار حصلت على علاقة جبرية بحتة، يعني تنحل بكل سهولة بدون ما ألقف علاقات تكامل، ويجوز لو أكو حل لو ما هي بالصدفة هاي لها حل. تحليل هسه راح نشوفوه إيش قد صعب. إذا ننجز هذا الحل يعني يدويا بخط اليد، خلينا نقول، واللي أنتوا راح يعني لازم تتعلموا لأن يجي بالامتحان، العلاقة بين هاي القيم الدوالية الأربعة اللي هي يو اي جي زائد واحد، يو اي ماينس وان جي، يو اي جي، يو اي بلس وان جي، هاي القيم الأربعة راح ممكن نمثل على شكل كأنما جزيئة. تعرفون شنو جزيئة بالكيمياء؟ جزيئة هي عبارة عن اتحاد لمجموعة من الذرات. هاي الذرات كأنما هي هاي الدوائر، مجرد تمثيل موليكيول، هي مو جزيئة بالحقيقة لكن تشبه الجزيئة، سميناها جزيئة. شوفوا الحل عد هاي اي جي زائد واحد، اريد احتاج ثلاث نقاط في الاسفل، يعني الحل هنا احتاج ثلاث نقاط بالاسفل اللي هي هاي النقطة وهاي النقطة وهاي النقطة. اوكي زين، شنو اللي بداخل الدائرة؟ داخل الدوائر هي المضروبات مالت المعادلة. يعني لاحظ المضروبات مال كل حد. هسا اليو اي جاي جي زائد واحد هنا القيمة واحد مالته، هاي القيمة اللي مضروبة بهذا واحد. يو اي ماينس وان جي مضروبة بواحد على عشرة، نخلي بالدائرة واحد على عشرة. اليو اي جي اللي هي 8 يو اي جي مضروبة في 1 على 10، يعني 8 على 10 خليناها بسط الدائرة. ونرجع على يو اي بلس 1 جي مضروبة في 1 على 10، ايضا خليناها في داخل الدائرة. ونكتب يعني هذا بالامتحان مطلوب، هاي الموليكيول شكلها. شوفوا بالزمن هاي اكثر من هذا الخط الزمن. إذن هذا تمثيل جزيئي أو جزيئي. إذن تطبيق معادلة 5-2 على البيانات الموجودة في الجدول 5-1 راح ينطينا جدول 2. هاي العلاقة سواء استخدم هاي العلاقة للسهولة أو رأسا أطبق هنا إذا أنا أعرف شو أسوي، راح أطبق هاي المعادلة على القيم اللي موجودة بهذا الجدول. عندي القيم الأولية اللي هي 0.2.4.6، يعني معلومة إيش قد قيم اليو. هاي شوفوا اليو اي ماينس 1 يو اي يو اي بلس 1 كلها صارت معلومة، احنا من حسبناها هاي. إذا هاي أطبقها كلها معلومة، الار معلوم، العفو هاي اذا اعوض القيم مالت اليو اي من الجدول راح اقدر استخرج القيمه المجهوله اللي هي يو اي جي بلس 1. يعني احتاج هاي القيمه وهاي القيمه موجوده معاليم، احسب الحل عند هاي النقطه ثم ازحف باتجاه اليمين ايضا احسب القيمه اعتمادا على القيم الاوليه، راح احصل يعني بهيك هاي الطريقه. شوفوا هذا التطبيق مباشر
هاي العلاقه 5 2، انا عوضت القيم 1 على 10 0.8 زائد 8 في 1 زائد 0.8، لما عوض راح احصل. طبعا انا ما اختاريت البدايه، اختاريت فت قيمه عند الاي 5، يعني هاي الاي 5 وبالمستوي الاول هاي، شوفوا البولد استخرجته، وبعدين ايضا حسبت عند الاربعة 2 عند الاي 4 والمستوى الزمني 2، هذا حسبت تطبيق مباشر على مود، بس تعرفون هذا مجرد مثال او مثالين على كيفية التطبيق. يعني انت راح تسويها لكل النقاط بالامتحان، كل النقاط تكتب لي مثل هذا، ترمز لها الرمز وتحل بهالطريقة، ثم تملأ الجدول. انا طبعا بالامتحان ما اجيب هيك جدول ضخم، اصغر تطبيق اقل، يعني احتمال اريد عندكم مستوي زمني واحد هذا مثلا او اثنين او ثلاثة، يعني على الاكثر. اوكي بعدين ايش راح اسوي؟ انا هسه اللي سويته لحد الان انه اذا اخذ هذا الشكل، وين راح الشكل؟ هذا الشكل اللي سويته، حسبت القيم هنا يعني عند هذا الصف كملتها، بعدين اجي احسب القيم عند هذا الصف وثم هذا الصف الى النهايه. اوكي زين، هسه خلينا نلقي نظره على الحل التحليلي ان وجد، يعني بالصدفه هاي المعادله لها حل تحليلي. شوفوا ايش قد معقد هذا الحل، لاحظوا هاي المعادله يو تساوي 8 على باي سكوير مضروبه في سميشن من ان يساوي 1 to infinity. زين يعني شوفوا حل معقد جدا، اذا لاحظة حل معقد جدا، يعني ما يتقارن بالحل العددي اللي هو هذا، يعني او يعني باستخدام هاي المعادلة. هاي جدا سهل، مو فقط سهل ولكن لما نتكلم حاسبات ونمذجة الوقت مهم، والحسابات كل ما تكون اقل يعني التنبؤ نحصل عليه بوقت اسرع، الوقت مهم بالاضافة الى الدقة، لكن الوقت كلش مهم. يعني انا مثلا اريد اتنبأ عن الجو لمدة 6 ساعات، إذا أنا الوقت مالت الحاسبة يستغرق مثلا 3 ساعات ما استفادت شيء، فلازم شنو؟ لازم أهتم بالوقت، لازم الدليل التنبؤي يكون متوفر عندي بوقت مناسب. فعليه الحل التحليلي غير مفيد. إذا نسوي مقارنة بين الحل العددي، يعني ناخذ في التايم ستيب، يعني التي هاي القيم اعتباطيه، وحسبنا الفاينات بطريقه الفاينات ديفرنس اللي احنا اخذناها عند الاكس يساوي 0.3، والحل التحليلي عند 0.3 باستخدام هاي العلاقه، راح نشوف الحل. طبعا من الادق الحل التحليلي اكيد، هذا العمود كله هو أكثر دقة، ودائماً الحل العددي نقارنه بالحل التحليلي إن وجد ونشوف إيش قد الفرق. الفرق هنا عند T يساوي 0.005، يعني بعدها هستون بعدين إحنا نتنبأ
راح يكون الفرق كلش قليل ونسبة الخطأ قليلة. لكن إذا لكن طلاب إذا أخذنا بعدين يعني الزمن، زدنا الزمن الفرق يزيد ونسبة الخطأ تزيد النسبة المئوية، وأخذنا بعدين عند الـ 0.2 0.7 عند الـ 0.1 إيش قد صار؟ 1.10 1.1%. إذن كل ما طول فترة التنبؤ كلما الدقة تقل، وهاي حقيقة، يعني هاي حقيقة علمية. الآن حتى أي نموذج تنبؤي أو أي موديل تنبؤي لو تنبأ عن الجو لمدة يوم يومين 3 أيام تكون دقة كبيرة. من يعبر مثلا أسبوعين، مثلا تنبأ عن أسبوعين قادمة، راح يكون الدقة أقل بكثير. وذلك هي هسه مشكلة يعني العلماء أنه يريدون يحلون، يريدون يلقون تنبؤ عن مناخ أيام، يعني مثلا لمدة شهر، لمدة شهرين، أو للسنين القادمة. يحاولون يطورون نماذج تنبؤية، موديلات تنبؤية تتنبأ عن المناخ المستقبلي. وهذا الشيء يعني هو مشكلة بحثية، وهناك بحوث كثيرة تحاول الوصول إلى النتيجة اللي يريدوها. أكو تمارين طبعاً على مود أني أهضم هاي الفكرة أن شلون ينحل. أريدكم تحلون هذا، أريد هومورك بصراحة. هذا هومورك تقدموه لما محلول تلاقولي يعني نفس الطريقة اللي استخدمناها قبل قليل، أنه تلاقولي الحل النقاط الشبك. الآن افرض أن المعادلة التفاضلية التالية هي أيضا diffusion equation، وعندنا هاي أيضا، يعني مثال آخر يعني هاي المثالين رايد الحل مالتها. أوكي، تقدموها يعني باليوم اللي بعد الامتحان أو اللي يريد يحلها اليوم كيف.